تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله لمقاليد الحكم في المملكة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.